مرحبا شباب وصبايا، هذا الفيديو اللي طلب مني فيديو كيفية ترقيع البنطلون وبالشرح. أول شيء بنشيك على البنطلون ونشوف الرقعة وين بدها تكون، بعدين إذا في فتحة بنحاول نسكرها هيك بالماكينة طبعا قدر الإمكان. بعدين ناخذ البنطلون ناخذه ونرجعه كمان على الطاولة مثل ما عم تشوفوا، نضربه ضربة كفاية نجلسه تقريبا هيك يعني بما فيه الكفاية. بعدين بنحط لزاق والتشين مثل ما بتشوفوا، ونحط كمان شفرة قماش نفس اللون، طبعا من تحت هي نفس اللون من فوق بتبين هيك بيضة، وبنحط كمان من الجهة الثانية مثل ما عم تشوفوا هيك. وبعد ما نلزق اللزقة هيك نتأكد انه هي ملزوقة محلها كتير كتير منيح. بعدين ناخد البنطلون ونروح على الماكينة الدرزة كمان، وبنحاول ندرز درزات اطوال هيك جنب بعضهم، وبنحاول كمان ننقي خيط نفس لون البنطلون لحتى ما يبين من ورا او من تحت. شوفوا مثل ما عم تشوفوا الفيديو كمان عم اعمل درزات جنب بعضها، يعني تقريبا ما في بين الدرزة والدرزة تقريبا يعني شيء نص سنتي او اقل من نص سنتي كمان. هيك بناخذ من عند المحل المشقوق ولجوا، يعني تقريبا شيء تقريبا الرقعة عم تجي 10 على 10 سنتي، 10 ب 10 هيك تقريبا. وكمان من الجهة الثانية كمان درزات نفس الشيء، وهيك بيكون يعني خلصنا البنطلون وما بيبين ابدا ولا اي شيء يعني من المحل المشقوق يعني من البنطلون. هيك بيكون خلصنا من هالبنطلون، وبنحاول نشوف كمان كيف التفاعلات مع الفيديوهات اللي فيهم طبعا شرح وهيك، حتى نكمل على هالموال مثل ما طلب.